مرحبا بكم في درس لماذا وليس كيف الاستلاف يعمل. أعتقد أن ذلك ضروري لأن الكثير من الناس الذين يعرفون الرياضيات بشكل جيد أو حاصلون على درجة علمية متقدمة لا يزالون غير متأكدين من لماذا الاستلاف يعمل، وهذا هو محور الدرس. الآن لدي مسألة الطرح التالية، لدي 1005 ناقص 616. دعوني أكتب هذه المسألة بطريقة أخرى وأسميها الطريقة الممتدة، حيث أنني أكتب العدد بجمع الأرقام تبع لمنازلها. فمثلا لدي هنا 1000 أي 1000 زائد 0 مئات زائد 0 عشرات زائد 5، إذا 1005 يساوي 1000 زائد 0 زائد 0 زائد 5. هنا ناقص 616 وهي ناقص 600 ناقص 10 ناقص 6، ويمكنني إعادة كتابة 616 على أنها 600 زائد 10 زائد 6، ولكن لأننا نريد أن نطرح فنوزع الناقص على كافة الجمع. إذا هنا نقوم بعملية الاستلاف المألوفة. هنا لدي 5 أصغر من 6، لذا لا نستطيع أن نطرح منها 6، وطريقة الاستلاف التقليدية أننا نستلف 1 من مكان ما لنحول 5 إلى 15. ما أريد هنا في الحقيقة أن أستلف 10، ولكن من أين ستأتي 10 لتصبح 5 15؟ إذا نظرنا هنا إلى العدد العلوي، تأتي 10 من 1000 لأن لا يمكن استلاف من الصفر، فإذا هنا نستلف 10 من 1000 و أقوم بطرح 10 من 1000 وأتخلص من 1000 هذه، فتصبح لدي 1000 هنا، ويمكن أن أوزعها على شكل آحاد وعشرات ومئات كما أفعل هنا إلى 3 أجزاء. إذن لدي هنا أحتاج 10 لأجمعها إلى 5 لتصبح 15، ويتبقى لدي من 1000 990، فتصبح لدي هنا لأنني أخذت 10 منها هنا 900، هنا 10 90. إذن لاحظ أن أصبح لدينا إمكانية الطرح الآن بعد أن أعدنا كتابة العدد 1000. إذن لدينا 15 ناقص 6 يساوي 9، و90 ناقص 10 يساوي 80، و900 ناقص 600 يساوي 300. إذا 300 زائد 80 زائد 9 يساوي 389. لنرى كيف يمكن أن نحل هذه المسألة بالطريقة التقليدية والتي يمكن أن تترجم نفسها لتعطينا الناتج نفسه. لنرى ذلك. الآن لدينا 5 أقل من 6 ونريد أن نستلف لتصبح 15. استلفنا 1 من مكان ما، ونعلم أننا هنا استلفنا 10 حتى تصبح 15. هل استلفنا من الصفر؟ هذا لا ولا هذا. إذن استلفنا من هنا من 100 صحيح لتصبح 99. إذن هكذا أقوم بالمسألة. 15 ناقص 6 يساوي 9، 9 ناقص 1 8، و 9 ناقص 6 يساوي 3. من الواضح أننا قمنا بحل هذه المسألة بطريقة أسرع وأعطتنا النتيجة ذاتها. هل هناك بعض السحر؟ لا أعتقد ذلك، إنه الرياضيات وجمال الرياضيات. في الحقيقة ما قمت فعله هو أن أخذت من 1001 ووزعت تلك 1000 إلى منازل. دعوني أعطي مسألة أخرى لأوضح الطريقة بشكل أفضل لماذا الاستلاف يعمل. لدي مسألة أسهل في الحقيقة. غالبية الناس قد تتحير من الأعداد ذات الأرقام الكبيرة، لكن لدي 732 ناقص، دعوني أختار رقم أسهل، ربما أختار ناقص 23.
لماذا أختار الثلاثة دائما؟ لا أدري، ولكن لنرى للتو أن لدينا 732 على شكل 730 زائد 2 ناقص 20 ناقص 3، وهي الطريقة الممتدة. لنرى 2 أصغر من الثلاثة، لا يمكن أن نطرح. إذن يجب أن نحصل على 10، وهنا نأخذ من 30 لتصبح 20، و2 تصبح 12. إذن لدي 12 أكبر من الثلاثة، وعشرون تساوي 20، فيمكن هنا أن نطرح إنها مجرد إعادة توزيع للقيمة حسب المنازل المختلفة. 12 ناقص 3 9، 20 ناقص 20 0، و700 ناقص لا شيء هو 700. إذا نحصل على 700 زائد 0 زائد 9 ويساوي 709. هذا السبب لماذا الاستلاف سيعمل. حسنا، نقول هنا نستلف 1 فتصبح 2، وهنا تصبح 12، ثم نطرح 9 و0 و7، إذا يكون الناتج نفسه. لنأخذ مسألة أخيرة، وأنت لست مجبرا على أن تتعامل بهذه الطريقة أو تضع الأعداد بالصورة الممتدة، لكن إذا وجدت أنها سهلة بالنسبة لك يمكنك استخدامها إذا كانت مقبولة، أو لتتأكد من أن الناتج لديك في الطريقة هذه صحيح. إذا هنا لدينا مجموعة من القواعد التي لا يمكن أن ننساها ويجب أن تكون منطقية بالنسبة لنا. دعونا نحل مسألة أخرى. إذا كان لديك 500 و12 ناقص 38، دعونا نواصل القيام بالطريقة التي شرحتها لكم، وهي الكتابة بالصورة الممتدة. إذا 512 تساوي 500 زائد 10 زائد 2 ناقص 30 ناقص 8. إذا 2 ناقص 8 لا نستطيع، أحتاج إلى 10. إذا أخذها من العشرة هذه فتصبح صفرا، وهنا 12، والصفر أصغر من 30، إذا يجب أن نستلف. 12 ناقص 8 يساوي 4، بينما الصفر ناقص 30 لا يجوز، لا نستطيع أن نطرح. إذا نستلف من 500، هنا نحتاج 100، فنحول الصفر إلى 100، والخمسمائة تصبح 400. إذا لدينا هنا كتبنا 500 على شكل 400 و100، إذا 100 ناقص 30 70، و400 ناقص لا شيء هي 400، إذا لدينا 474. ربما تقولون دعوني أتعامل مع طريقة المدرسة، أستلف هنا 1 تصبح 2 12 والواحد 0، وأيضا أستلف من 5 1 لتصبح 4 وتصبح الصفر 10. إذا 12 ناقص 8 يساوي 4، 10 ناقص 3 يساوي 7، و4 ناقص لا شيء 4. أتمنى أن ما قمت به يعطيكم حدس حول لماذا الاستلاف يعمل، وهذا شيء في الحقيقة لم أستطع فهمه لمدة من الزمن إلا بعد أن تعلمت الاستلاف وتعلمت وأدركت كيف أقوم به، وهذا ليس سحرا، ولكن نأمل ألا تنسى ذلك أبدا، ويمكنك دائما أن تفكر بشكل أساسي عندما تستلف أنك يجب أن تستلف بالطريقة السليمة. أتمنى أنكم استفدتم. إلى اللقاء.